السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء، هنكمل سلسلة استخدام برنامج جلوبال مابر. التطبيقات المختلفة، النموذج اللي هنشوفه النهاردة زي ما شايفين قدامنا ازاي برنامج جلوبال مابر ممكن يبقى مصدر مهم للبيانات المتاحة اونلاين غير الموجودة على البرنامج، زي ما هنشوف في التطبيق اللي قدامنا. برنامج جلوبال مابر موجود عليه اونلاين داتا سورس، عليه مصادر كتيرة استعرضناها في الفيديو السابق وطبقنا على مثال بيانات الأطلس. النهاردة التطبيق اللي هنشوفه ان احنا ممكن نضيف مصدر جديد للبيانات غير اللي موجودة على برنامج جلوبال مابر، زي انواع المصادر المختلفة اللي هي الازري، الاوبن ستريت ماب، الويب ماب سيرفيس او الويب فيتشر سيرفيس. اللي احنا هنشوفه النهاردة زي نضيف ويب ماب سيرفيس، بنروح بنكون عندنا اللينك بتاع السيرفيس، هتلاقوا اللينكات موجودة في الديسكريبشن للتطبيق او الامثلة اللي احنا استخدمناها النهاردة. ده لينك للسيرفيس الجيولوجيا بتاعت العالم، سكيل 1 لـ50 مليون، بننسخ الرابط وبعدين بنشوف جيت افيلابل ليست. بيستعرض لنا البيانات، لازم يكون طبعا جهازنا متصل بالانترنت، وبعدين بنستعرض ممكن نستعرض البيانات اللي موجودة جوه السيرفيس بتاعتنا. ممكن نختار السيرفيس بعينها او ممكن نختار كل الفولدر ونقول له يس عشان يحط لنا كل نوع بيانات في الفولدر لوحده، وبعدين نقول له اوكي. هنلاقي البيانات نزلت معانا على البرنامج، هتبقى متاحة في اي وقت لو قفلنا البرنامج وفتحناها هنلاقي البيانات دي موجودة. بنقدر نتعامل معاها زي الاونلاين داتا اللي موجودة، بنقدر نختار اي لاير ونستعرضها على البرنامج بشكل مباشر. بتنزل في شكل ريستر وبتبقى مصححة الاحداثيات، وفي بعض الاوقات بينزل معاها الليجند. هنستعرض الجيولوجيك يونت، الاوفشور انشور، بعدين هنستعرض الانشور. دي خريطة جيولوجية 1 لـ50 مليون مغطية العالم كله، بتنزل معانا مصححة في مكانها، وبنقدر نعمل زوم ان وبنقدر نعرضها مع البيانات بتاعتنا، وكمان بنقدر نعمل لها اكسبورت في اي وقت، نخرجها بأي فورمات راستر احنا محتاجينه. ممكن نصدرها لأي برنامج تاني او ممكن نستخدمها على طول على برنامج الجلوبال مابر. هنكمل استعراض باقي اللايرز اللي موجودة في الخريطة الجيولوجية 1 لـ50 مليون، اللينك ان شاء الله هتلاقوه موجود في الديسكريبشن مع الفيديو. ودي اوبن سورس فري، ممكن تنزلوه على طول على البرنامج. ممكن نستعرض الاستراكشر، زي ما احنا شايفين نازل معاها الليجند. ممكن نستعرض باقي اللاير، نعمل زوم ان نشوف نظرة اقرب. وزي ما قلنا في اي وقت بنقدر نعمل لها سبورت. النموذج التاني اللي عندنا هنشوف الخريطة الجيولوجية لأفريقيا بنفس الطريقة، دي 1 لـ10 مليون، تفصيلية اكتر، برضو بننسخ الرابط وبنروح نعمل له كوبي ونعمل جيت افيلابل ليست. هنلاقي اللاير نزلت معانا زي ما احنا شايفين، ممكن نختار لاير بعينها او ممكن نختار كل الفولدر، برضو نقول له يس عشان يعمل سيبارت للبيانات. هنلاقيها نزلت معانا على البرنامج وهتبقى موجودة برضو في حالة لو قفلنا البرنامج وفتحنا في اي وقت. وبعدين نستعرضها برضو بنفس الطريقة، نستعرض الجيولوجيا معاها الليجند زي ما احنا شايفين. ممكن نعمل اخفاء بس للليجند،
ممكن نستعرض باقي الفيتشر اللي موجودة فيها الاستراكشر. نستعرض باقي الطبقات. نعمل إخفاء للليجند. نكمل عرض باقي الطبقات. كمان احنا ممكن نقارنها بصورة القمر الصناعي الموجودة اونلاين. نعمل زوم ان عشان نشوفها نظرة اقرب على البحر الاحمر وليكن. بعدين نعمل هوم تاني عشان نعرض البيانات كلها. ممكن نقارنها بالورلد ايميجري برضو اللي موجودة اونلاين. كل البيانات اللي احنا استخدمناها دي موجودة اونلاين، فيها بيانات الورلد ايميجري دي موجودة على البرنامج باي ديفولت. نعمل كونكت، هينزل لنا صورة القمر الصناعي عشان نشوف اللوكيشن مظبوط ولا لا. ممكن نبدل بس ترتيب صورة القمر الصناعي، نخليها فوق عشان تبقى ظاهرة في الخلفية. ايه، هنلاقي خريطة جيولوجية معانا. ممكن في الحالة دي نعمل لها اكسبورت زي اي فورمات احنا محتاجينه، لو هنبعتها على الارك او على الارداس او على الانفي او على اي برنامج نصه معلومات جغرافية. اكسبورت از ريستر، ونختار الفورمات اللي احنا محتاجين نشتغل عليه، وبعدين نعمل اوكي. هنستعرض نموذج تاني للبيانات برضو، الويب ماب سيرفيس الخاصة اد نيو سورس برضو بنفس الطريقة الخاصة بموقع الفاو. هنلاقي في عدد غير محدود من البيانات، عدد كبير جدا من البيانات مهمة في تطبيقات كتيرة. نعمل برضو جيت افيلابل ليست، هينزل لنا ليست كاملة بكل البيانات المتاحة في السيرفيس دي. هنلاقي فيها بيانات كتيرة قوي، هنحاول نستعرض بعضها بشكل سريع. هنقول له سيبريت على اساس ينزلها في كل لير في فولدر. نلاقي زي ما احنا شايفين بيانات كتيرة قوي بتاعت موقع فاو بتواريخ مختلفة. هنبتدي نستعرض برضو بعض البيانات كمثال. نختار البيانات اللي احنا عايزين نعرضها وبنعمل كونكت على طول. طالما الجهاز متصل بالانترنت هتنزل معانا البيانات بشكل مجاني، بيانات مفتوحة زي ما احنا شايفين. حمل معانا على طول البيانات. ممكن نستعرض نموذج تاني. هنلاقيها برضو هتنزل في مكانها مصححة اللوكيشن زي ما احنا شايفين. ممكن نستعرض نموذج تاني.
يكون ال evaporatism. ممكن نشوف 2020، سنة 2020 نكونكت. هنلاقي برضو البيانات بتتحمل معانا وهتنزل في مكانها مظبوط. اتمنى يكون التطبيق عجبكو. التطبيق ده مفيد جدا، ممكن نحمل اي ويب ماب سيرفيس، بس كل اللي احنا محتاجينه ان احنا نبحث نجيب اللينك ونعمل اد نيو سورس، وبرضو نقدر نعمل اكسبورت زي ما قلنا. اشوفكم في حلقات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله.